تايلور سيريز هي على الصورة F of A المشتقة K على K factorial في X ناقص A أس K وK من صفر لما للنهاية مظبوط. وقلنا هذه فكها F ال A زائد F برايم A في X ناقص A زائد F دبل برايم على 2 فاكتوريال في X ناقص A تربيع زائد إلى اللي هي هذه إلى آخره. بعد هيك عليكم السلام. أخذنا ماكلورين، قلنا ماكلورين بعوض عن الA بصفر عند X بتساوي صفر أو عند A أسف بتساوي صفر. ماكلورين هذا تايلور، ماكلورين F الصفر المشتقة K على K فاكتوريال في X أس K وK من صفر لما لا نهاية اللي قلنا بتساوي F الصفر زائد F شرطة الصفر في X فيش فيها قواس زائد F دبل برايم عند الصفر على 2 فاكتوريال X تربيع زائد إلى آخره. F المشتقة N أو K عند الصفر على n فاكتوريال في x اس 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 n زائد الى اخره. هذه ماكلورين. اخذنا مثال على تايلور المحاضره اللي فاتت، اليوم بدنا ناخذ على ماكلورين. ولي اوجد او اعطيني باور سيريز للاي اس او بالاصح ماكلورين سيريز، بده ماكلورين سيريز للاي اس اكس، يعني بده تايلور سيريز للاي اس اكس موخوذه عند الصفر. فاحنا هنشتغل على هذه القاعده، يعني الاف اوف اكس عندي هي اي اس اكس، تمام؟ بدي احضر زي ما اتفقنا اف الصفر اف شرطه الصفر اف شرطتين الصفر صح، او اف برايم اف دبل برايم الى اخره. الاكس الاثنين فاكتوريال اكس تربيع هذول ضلهم ثابتات، أنا بدي أحضر بس المشتقات والاشتقاقات. يا بنات لو سمحت شوي بس بالراحة. حاضر. اليوم سوق الأربعة خلص. أوكي. بحسب الحال في السوق قاعدة. المهم احنا الان عندنا اف اوف اكس بتساوي اي اوس اكس، بدنا نجيب كل المشتقات المطلوبه عندي. فانا اف اوف اكس بتساوي اي اوس اكس، اف برايم اوف اكس تساوي اي اوس اكس، والاف دبل برايم بتساوي اف تريبل بتساوي المشتقه ان اوف اكس بتساوي الى اخره، كله بيساوي اي اوس اكس. هذول انا بجيبهم ليش؟ عشان اعوض في القيمه، بده مثلا عند الاثنين بعوض اف الاثنين اف شرط الاثنين اف شرطين الاثنين وبعوض في الاقتران. فاحنا الان بدنا نجيب اف الصفر بتساوي اي والصفر اللي هي واحد، اف برايم الصفر تساوي واحد، اف دبل برايم الصفر بتساوي اف دبل تريبل عند الصفر تساوي اف ان الصفر وتساوي الى اخره تساوي اي والصفر اللي هي واحد. يبقى الان بدي اجيب ماكلورين سيريز، هذا بدي اعوض فيها، بدها تساوي عندي اف الصفر اللي هي واحد زائد واحد اكس زائد اكس تربيع على 2 فاكتوريال زائد اكس تكعيب على 3 فاكتوريال زائد الى زائد اكس اس ان على ان فاكتوريال زائد الى اخره. ايش الصورة العامة تاعتها؟ هاد حتكون هي عبارة عن مجموع، هي دائما هي الصورة العامة بتكون الحد العام مظبوط؟ x to the n على n factorial و n بتساوي من صفر لما لنا، اتاكد من الصفر ولا من واحد مثلا، حط n بصفر هذا واحد، وهان x الصفر واحد، واحد يبقى بيطلع واحد مظبوط، تمام؟ يبقى هذه الباور سيريز هي اللي بتساوي هذا الكلام. هذا الكلام مشتق من وين؟ جبناه من الاي اس اكس. في عندنا في شابتر 10 9
ببين لي ليش هذه المتسلسلة تؤول إلى E أس إكس. لو إحنا تعاملنا معها، لو ما فيش الفاكتوريالز اللي تحت، كان هذه بتروح إلى مجموع إكس أس إن، صح؟ واستغلنا فيها على الجيومتريك سيريز، على المتتالية الهندسية. لكن عشان الفاكتوريال لو قسمت هذا على هذا سويش هذا، يبقى هذا موضوع تاني. فالموضوع مشروح في سيكشن 10-9 اللي هو مش مقرر عندنا، ولا إحنا درسنا، ولا درسنا لحد. بدنا نصدق وخلاص. مدام إحنا استنتجنا هذه المتسلسلة من الـ E أس X، بنقول هذه المتسلسلة تؤول إلى E أس X، وبالتالي بقدر أقول الـ E أس X بتساوي 1 زائد X زائد X تربيع على 2 فاكتوريال زائد إلى، وأقول تساوي مجموع X to the N على N فاكتوريال، وN من صفر إلى ما لا نهاية. يبقى الـ E أس X هي هذه المتسلسلة، تمام؟ زي السؤال اللي سألتني فيه أغدير مبارح، لو جاني سؤال بقول لي هات حل على صورة متسلسلة للمعادلة هات تساوي صفر، مستخدما الوا أو بين إنه الواي اللي بتساوي مجموع إكس أس أن على أن فاكتوريال، بين إنه هذه حل للمعادلة. زي هيك بعطيني إياها. هذه هي الإي أس إكس اللي قلناها مبارح، صح؟ إي أس إكس مشتقتها ناقصنا في 70. هو بعطيني زي هيك بقول لي اثبت إنه هذه حل لهذا المعادلة. هذا في المعادلات التفاضلية. مش وقته احنا ولا بدنا اياه الان. المطلوب الثاني بقول لي اوجد كمان ماكلورين سيريز للاي اس سالب اكس. اي اس سالب اكس. بنروح على المتسلسل. هنا الاكس هذه فور اول اكس. صحيح ولا مش مكتوب؟ ممكن نضيف الشرط. هذه صحيحه لكل اكس. ما دام صحيحه لكل اكس بقدر استبدل الاكس بسالب اكس استبدال. فبنقول الان ست ماينس إكس، ممكن نقول إحنا فور إكس بدل إكس أحط إي أس سالب إكس، آسف أحط سالب إكس بدل إكس، بصير عندي إي أس سالب إكس تساوي واحد زائد ناقص إكس زائد ناقص إكس تربيع على 2 فاكتوريال زائد إلى زائد نقول مثلا ناقص x to the n على n factorial زائد إلى آخره. بالمرة بدي أكتب هذه كمان، بدها تساوي سالب x أس n على n factorial وn من صفر إلى ما لا نهاية. يبقى الـ E أس سالب x بتساوي 1 ناقص x زائد x تربيع على 2 factorial ناقص x تكعيب على 3 factorial زائد إلى زائد هذه. هذه ممكن أفكها برضه، وإن كان عندكم في الكتاب يمكن مش مفكوك، ممكن أفكها. عبارة عن سالب واحد أس أن في إكس أس أن على أن فاكتوريال زائد إلى آخره، اللي هو بده يساوي لنا مجموع أن من صفر لما لا نهاية لمين؟ لسالب واحد أس أن إكس أس أن على أن فاكتوريال. هاي متسلسلة للإي أس سالب إكس. ممكن بدل ما أعوض، وأنا شايف التعويض هنا سهل، اروح اشتغل نفس الشغل اللي هان، هجيب اف ام اكس هي اي اس سالب اكس، حصير عندي المشتقه سالب اي اس سالب اكس، بعدها موجب اي اس سالب اكس، يبقى مره اي اس سالب اكس وسالب اي اس سالب اكس، مره هيك ومره هيك، فيظهر عندي بالصوره هذه مره موجب ومره سالب. فبالصوره هذه هيك اريح لي، تعويض احسن. حتى انا بقول انا هيك اختياري انا شخصيا، لو اجاني سؤال بقول لي هات ماكلورين سيريز للاي اس سالب اكس، بجيبها للاي اس اكس وفي الاخر بعوض، لان هيك انا برا مطب المره موجب ومره سالب، بشتغل على موجب كل مره واحد، وفي الاخر التعويض ما باخذش معي لا وقت ولا مجهود ولا حاجه. هذا بالنسبه لايش؟ ماكلورين سيريز للاي اس اكس والاي اس سالب اكس. الان المثال اللي بعده للكوزاين واللي بعده للساين، هشرح الكوزاين واسيب الساين تقروا نفس الكلام ان شاء الله. الان بدل طبعا هذول موجودات هنا بالترتيب، مشتقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه الى اخره. ف لو كانت عندي الاف اوف اكس هي كوزاين اكس، كوزاين اكس بده ماكلورين للكوزاين. لما تكون فانكشن هي كوزاين اكس، يعني المولده بالكوزاين اف اكس تساوي كوزاين اكس عند اكس بتساوي صفر. اف شرط اكس اذا تساوي سالب ساين اكس. طب اف شرطين
سالب كوزاين اكس اف ثلاث شرطات ساين اكس اربع شرطات رجعت للأولانية صح؟ وهكذا عندنا احنا حطليهن تحت بعض طبعا لما بدي اجي اعوض في النظرية حجيب مشتقة صفر مشتقة أولى مشتقة ثانية مشتقة جنب بعض أنا الآن بدي أكتب لكم يعني زي مكتوب عندكم عشان تفهموا إيش المكتوب حط المشتقة الزوجية تحت بعض والمشتقات الفردية تحت بعض F هذه تعتبر كأنها F الصفر يعني بدون اشتقاق يعني هي الاقتران الأصلي وهي المشتقة الأولى المشتقة الثانية بدك تكتبها هنا بس F شرطين X بتسوي لنا سالب كوزاين X F أربع شرطات يبقى موجب سالب موجب سالب موجب سالب صح؟ نفس الكلام هان F شرطات نأخذ الـ F ثلاث شرطات أو 3 برايم بتساوي ساين X F خمسة الشقة الخامسة بتساوي سالب ساين X يبقى سالب موجب سالب موجب هنا موجب سالب موجب سالب يبقى هان بدي أكتب المشتقات الزوجية للإكس وهن نكتب المشتقات الفردية إحنا بنعرف إنه أي عدد صحيح في عندي الأعداد الصحيحة الموجبة في منها زوجي وفي منها فردي الصورة العامة للعدد الزوجي 2 N لما أقول أنا Y is an even number بنقول إذن Y بتساوي 2 N حيث N ينتمي إلى Z positive صح؟ وممكن نحطها كمان والصفر بعتبره الصفر عدد زوجي يعني العدد الزوجي يحط ان 1 2 3 4 زي ما بيطلع 2 4 6 8 العدد الزوجي لو كانت واي از ان اود نمبر حتكون واي عباره عن 2 ان زائد 1 واحيانا بكتبوا 2 ان ناقص 1 بنفع التنتين بس احنا بناخذ بالزائد احسن نبعد عن السالب بالمره عشان اقدر اعوض ان بصفر لو حطيت ناقص 1 بيطلع ناقص 1 ما بدنا شيء فهيك بالصورة وبالتالي التعبير عن العدد الزوجي هو 2N العدد الفردي 2N زائد 1 لأنه الواحد بعده 2 يعني الفردي بعده زوجي طب والزوجي بعده فردي يبقى هاي مشتقة 0 هاي مشتقة 1 1 بعده مشتقة 2 2 بعده 3 3 4 وهكذا فأنا عندي هان المشتقة الزوجية للإكس بتطلع كلها فيها كوزاين إكس مظبوط ولا لا؟ كوزاين الزوجيات بس عند الإشارة موجب سالب موجب سالب يبقى أبدأ سالب واحد أس أن حط أن بصفر المشتقة صفر لأن هذا دليل مشتقة حط أن عشان أجيب مشتقة صفر هنا بدي أحط أن بصفر حط أن بصفر واحد كوزاين مظبوط طب بدي المشتقة الثانية إيش أحط أن عشان أجيب الثانية أن بواحد يبقى بحط أنا واحد يبقى سالب هان الرابع حط ان باثنين يبقى اثنين موجب تمام يبقى 100% نيجي لهان المشتقة الفردية بضيف واحد طيب للإكس طيب الآن إذا كانت المشتقة الأولى هان هذه اللي بعدها فإذا كانت ناقص واحد أس ان فاللي بعدها ناقص واحد أس ان زائد واحد وكلهن فيهن ساين إكس تصور لو أنا كتبتها زي هاد لو كتبتها زي هذا طب هذا المشتقة رقم قديش واحد طب بدي احط ان بقديش عشان يعطيني واحد صفر طب حطها انا بصفر بيطلع موجب ساين لا بزبطش ما ينفعش احطها ان فانا بجرب بديش اقول ان ناقص واحد فبدي اضطر احطها ايش ان زائد واحد تمام اذا المشتقات الزوجيه هي صورتين وهي المشتقات الفرديه طيب الان لما بدي اكتب ماكلورين الها هتكون اللي هي F to the K عند الصفر على K factorial X to the K و K تساوي من صفر لما لا نهاية بتساوي لنا F الصفر زائد F شرطة الصفر في X زائد F شرطين الصفر على 2 factorial في X تربيع زائد بلزمني لسه F
ثلاث شرطات عند الصفر على ثلاثة فاكتوريال في إكس تكعيب زائد. طيب لو نيجي نعوض عنهم اف الصفر ما جبناش ما جبناش، لا بدنا نجيب، احنا بس جبنا الاشتقاق، احنا هذا اللي بنجيبه بس عشان نطلع الاف الصفر، الاف اف اف شرطه اف شرطين الى اخره. الان بعد هذا الكلام معلش المفروض تحته نكتب الان اف الصفر من هنا نجيبها كوزاين الصفر واحد. طيب بالمرة هنا اف شرطة الصفر تساوي صفر، اف شرطين الصفر سالب واحد، اف ثلاث شرطات الصفر صفر، اف اربع شرطات الصفر تساوي واحد، اف خمس شرطات يبقى كل الفرديات صفر والزوجيات واحد سالب واحد واحد سالب واحد. طيب يبقى الان لما احط اف الصفر هقول واحد صح؟ هذه صفر لأنه صفر في إكس بصفر، أف شرطين يبقى سالب إكس تربيع على 2 فاكتوريال مظبوط؟ هاد صفر زائد صفر، بعدها الرابعة واحد اللي أحط موجب زائد إكس أس أربعة على زائد أو ناقص اللي هي زائد صفر، بعدين هقول ناقص اللي بعدها الستة هتكون ناقص وهكذا ناقص إلى آخره. طيب زائد بدي أصل لإيش؟ كل المشتقات الفردية صفر، يبقى حتى لو وصلت للساين كذا للفردية هتروح بصفر، يبقى أنا أكتب بس الزوجية. إيش هكتبها هنا؟ هتكون بعد هنا خد بالك هنا إكس أس صفر إكس أس 2، طبعا هدول حيسقطن من عندي إكس أس 2 هي الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، إكس أس 4 مظبوط؟ يبقى هذا حتيجي عندي إكس أس 2 أن عشان يعطيني أرقام زوجية، عشان يعطيني أرقام زوجية. لو حطيتها أن يعني لو بالغلط بعملها الواحد عادي، حطي أن. طب ما الان هذا عوض عنها مره بواحد ومره باثنين، حترجع اللي انا حطيتهم صفر عودن يظهر عندي، لو عوضت في الحد العام ما بزبطش، وبالتالي هذول يكون ايش؟ 2 ان على 2 ان فاكتوريال. بكتبش 2 ان فاكتوريال زي هيك لانه قد يتبادر للذهن انه 2 ان فاكتوريال تعني 2 في ان فاكتوريال اللي هي بتعني 2 في ان في ان ناقص 1 في ان ناقص 2 الى اخره مظبوط. لكن الصح 2 ان فاكتوريال هيك تعني 2 ان في 2 ان ناقص 1 في 2 ان ناقص 2 الفاكتوريال ل 2 ان مش للان لحالها، عشان هيك بنحطها في قوس يبقى على 2 ان فاكتوريال زائد الى اخره. هذه الصوره العامه، يبقى حتسوي لي مجموع ل اكس 2 ان على 2 ان فاكتوريال وان بتساوي من صفر الى ما لا نهايه. بيطلع لنا لو عوضنا بيطلع اكس تربيع اكس الصفر واحد على واحد بيطلع واحد مظبوط صح؟ طبعا هذا انا ممكن سالب في سالب في سالب وموجب مظبوط، موجب سالب يبقى هنا كمان بدي سالب وموجب، يبقى هنا لازم نحط ما كله احنا لما بنعوض عشان هيك بنحط. بدي اجرب حط ان بصفر بيطلع موجب صح؟ حط ان بواحد عشان اعطيه المشتقة الثانية صح؟ حط ان بواحد بيطلع لي سالب، حط ان باثنين عشان اعطيني الاربعة بيطلع لي موجب مظبوط، يبقى هيك وهان ناقص واحد اس ان. هذه المتسلسلة بتقول لايش؟ طبعا بعد ما نرتبها بتصير واحد ناقص اكس تربيع على 2 فاكتوريال زائد اكس اس 4 على 4 فاكتوريال ناقص اكس اس 6 على 6 فاكتوريال زائد الى، عشان زائد وناقص بنقول زائد ناقص 1 اس ان في اكس 2 ان على 2 ان فاكتوريال زائد الى اخره، وبنكتب المتسلسل. هذه المتسلسله تؤول الى كوزاين اكس من وين؟ ايوه مش مشكله ماشي، بس التعبير هيك لازم يكون اصح. تمام،
هذه بالنسبة للكوزاين. مدام أنا استخدمت الكوزاين بقول لك أو بقول لكم هاتوا ماكلورين سيريز للكوزاين، بنشتغل على الكوزاين وإيش ما تطلع المتسلسلة بسميها كوزاين. لو قلنا للساين بتكون نفس الكلام. هذا بالنسبة ل سكشن 10 8. بالنسبة للتمارين هنأخذ السؤال الأول آي بس والباقي ما بدناش إياه يعني. تمام؟ أسئلة بسيطة يعني بتكون نوعا ما. السؤال الأول آي، A و B و C و D و E و F وخلاص، والبقيات ما بدناش إياه. ولو لقيتوا حاجات صعبات حتى فيهن الـ A والـ B والـ C قولوا لي عنهن وبشوفهن. إذا لقيتهن بغلبن عن جد ممكن أمشي. أنا إذنكم. أبو سعيد السلام عليكم. طب ما يستنى أنا عندي محاضرة. لسه دوب نبادي أنا على 12 ونص بخلص في الاتش 104. النسخة تبعته خلص يمر. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. هو الحمد يروح يميل ويخدها وخلص حر هو. خلص يجي ياخذها الحين احسن له ما دام خلص احسن له، لان انا مطول. انا بخلص بعد الامتحانات، بقول له بعد الامتحانات بخلص. ما دام مخلص منها الحين هو. بعد الامتحانات الله يعني الله يعني. قال خلص قال. احمل الورقه وطعجها وحطها في جيبتي وجيب لك اياها. خذها يا رجل، دقيقتين دقيقه انت بتمر على المبنى. تعال خذها احسن لك، نجيبها بكره ان شاء الله. يلا سلام. ماله انا عارف عادي تصنطوا علينا يعني هم ايش ولا حاجة. سمعت انتوا عادي مش مشكلة ولا حاجة. احنا ما بنخبيش على الشعب حاجة، كله فري. طيب احنا الآن بدنا نروح لشابتر 14. على شابتر 14 functions of several variables، اقترانات في عدة متغيرات. اقترانات في عدة متغيرات. سؤال صغير، لما أقول واحد واثنين إيش بسموها هذه؟ زوج مرتب. ليش سموه زوج مرتب؟ زوج لأنه اثنين. طب ومرتب الأول سين والثاني صادي. مرتب لأنه لو غيرت التبديل بتغير الوضع، صح ولا لا؟ مرتب ماشي على الترتيب، لأنه النقطة اثنين وواحد غير عن واحد واثنين، بيختلف الترتيب مظبوط، عشان بسموه زوج مرتب. الترتيب مهم جدا فيه. طيب سمعتوا عمركم في حاجه اسمها ثلاثيات مرتبه؟ اكس واي زد ثلاث ابعاد. مر عليكم حاجه زي هيك؟ اوكي. طيب لو كانت عندي دي مجموعه عناصرها عباره عن ازواج مرتبه، لو قلت مثلا اكس واي حيث الاكس عدد حقيقي والواي عدد حقيقي، ايش بتمثل هذه؟
هي طريقة الصفر المميزة طبعا. ايش بتمثل هذه المجموعة دي؟ من ايش بتمثل؟ قولي في منه كلام اللي تحكيه انت بتتكلمي في حالك انت عادي بس كلمي. ايش بتمثل؟ كل النقاط اللي في المستوى الديكارت. يبقى هذه بسموها الانتاير او ذا انتاير اكس واي بلين، كامل الاكس واي بلين كله جميع نقطه. اذا كانت الاكس في ار والواي في ار تمام بدون استثناءات. طيب لو كانت دي عباره عن اكس واحد اكس اثنين الى اكس ان بسموها ذا سيت اوف اول ان تابلز. احنا بنقول هنا اوردرد بير، اوردرد بير اللي هو الزوج المرتب. الثلاثيات المرتبه بسموها 3 تابلز، ثلاثيات مرتبه. لما اقول اكس 1 اكس 2 اكس 3 او زي ما نقول اكس واي وزد، انا بقول اكس 1 اكس 2 اكس 3 عشان اقدر اكتب الى ان من المتغيرات صح ان. لكن انت لما تقول اكس واي زد بعدين نشحد من وين؟ اكس واي زد دبليو اتش ام ان. طب بعدين 22. طب لو بدي الى 50 ما بقدرش اكمل، فيش حروف هجائيه تكمل صح. فبنضطر نكتب اكس 1 اكس 2 اكس 3. بتقدر تمد لوين؟ لاي ان بدك اياه. ف نعم هو احنا معلومات هذه للمستقبل ربما يكتشفوا ابعاد كثير صح. نظريا الكلام صحيح، لكن عمليا احنا ماكسيمم عندنا اربع ابعاد اللي بقول له الابعاد الثلاثه اللي احنا بنعرفها، والبعد الرابع الزمن. بيقولوا عنه الزمن هو البعد الرابع، لانه الانسان لما يكون موجود في الكون الاحداثيات القمر الصناعي بقولنا مظبوط بعطيك اكس وواي وزد، يعني قديش على المستوى الافقي وقديش مرتفع في الهواء قديش موجود. واللحظه، اللحظه اللي انت فيها تعتبر بعد رابع. يعني مثلا انت لو حط احداثيات وهميه اكس وواي وزد ولك ابعاد 1 و2 و3 وحطها انا 10، يعني الساعه 10 صار بعد رابع صح. ايش البعد الخامس يمثل؟ الله اعلم. البعد السادس، البعد السابع، ما بنعرفش. فاحنا ماكسيمم بكون عندنا احنا بنقدر نستوعب حاجه في ثلاث ابعاد ونضيف لها البعد الرابع، يعني لحظه وجود النقطه في هذا المكان. حد جاء؟ كلكم طلعتوا مره واحده. اوكي اوكي. فالدي هي كل الان بسموها انتبلز اللي هي على صوره ان من الازواج، مش الازواج، من الاعداد المرتبه. طيب لو بدي اجيب اقتران اف يكون الدومين تبعه دي، الكودومين تبعه ار، الكودومين كل ار. هذه بسميها الاف هي اقتران في ان من المتغيرات. الاف هي اقتران في ان من المتغيرات. اذا كان الاف بتاخذ العناصر اللي في دي وبتوصلهم للار، يعني عناصر الدي بس عشان نتصور، على فرض الدي هي عباره عن ثلاثيات مرتبه، بكون عناصرها عباره عن 1 ناقص 2 0 0 0 1 2 ناقص 1 15 ثلاثة جذر اثنين أربعة أي حاجة. هذا عبارة عن مجموعة من الثلاثية. لما أقول لك كل الثلاثيات المرتبة يعني إيش ما تصور من أعداد حقيقية ممكن نحطيها محل الإكس والواي والزد إلى ما لا نهاية. فلما تقول هنا أنتبلز والإكس واحد إكس اثنين لإكس أن كلها أعداد حقيقية بنسميها دي في الأن دايمنشن أو أن من الأبعاد. فإذا كانت الأف تأخذ العناصر اللي هنا بتوديهن لآر، أو بالأصح صورة كل عنصر في الدي بنلاقيها في ار، بنسميها ريال فاليود فانكشن، يعني اقتران قيمه حقيقيه. ريال فاليود من فاليو قيمه، فاليود يعني موجود القيمه تاعتها. ريال فاليود فانكشنز قيم الاقتران هي اعداد حقيقيه. فاذا كانت الاف من دي الى ار بنسمي الدي الدومين لهذه الفانكشن اللي هي مجموعه جميع النقاط المرتبه اللي بتحقق او اللي بقدر اجيب صورتها بالاقتران. عشان ما احكيش كثير، لما كنا نقول اف اوف اكس واي تساوي اف اوف اكس، اكس واحده متغير واحد، هاي المتغير المستقل وهي المتغير التابع صح. ايش الدومين؟ لما اقول لك لو اعطيتك قاعده
اكس زائد واحد، ايش كنا نقول الدومين؟ اكبر او تساوي سالب واحد. انا باخذ ما داخل الجذر اكبر او يساوي صفر وبحل المتباينه، صح؟ هاي الدومين اكس اكبر او تساوي سالب واحد، عشان اكس واحد انا عندي ان من الاكسال. فالدي الدومين هي جميع الان عناصر مرتبه التي يمكن ايجاد صورها بقاعده الاقتران، هذا بنسميها الدومين. الناتج بيكون هو في الكودومين او في الرينج بالاصح، صح؟ الجواب اللي بيطلع عندي يعني مثلا لو قلت لك هاتي اف الاربعه او اف الثلاثه، معلش حتقول جذر الاربعه بيطلع اثنين، الاثنين عدد حقيقي والثلاثه من ضمن الدومين، الثلاثه من ضمن الدومين، بقدرش اجيب اف الناقص خمسه، صح؟ اوكي، عشانها برا الدومين. طيب الان الاف لو قلنا اف اوف اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثه الى اكس ان، هذه الجواب تبعها افرضي انا زي ما كنت اقول واي بتساوي اف اوف اكس، ممكن اقول هنا واي بتساوي اف اوف اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثه الى اخره. الاكس واحد متغير مستقل، الاكس اثنين مستقل، الثلاثه مستقل الى اكس ان، الواي متغير تابع، تمام؟ احيانا بنسميها واي، احيانا بنسميها زد، احيانا بنسميها دبليو، حسب. فلو كان الاقتران اف هو اقتران في اكس وواي ممكن اسميه زد. لو كان الاقتران اف في اكس وواي وزد يعني ثلاثيات مرتبه بسميها دبليو وهكذا. صحيح انا وانا بكتب هان كنت هذا احط لها قوسين على اساس انه هذه نقطه زوج مرتب وقيمه الاقتران عند هذه النقطه، زي ما بنكتب اف اوف اكس، الاكس هي لحالها عدد، صح؟ وهذه هي نقطة في الدومين، فكنت اكتبها نقطتين بس، يعني لو كتبناها بقوسين او بقوس واحد كل واحد هيك لقيتها في الكتاب فمشيتها. فهذا يفترض اف عند الثلاث نقط او عند نقطة ثلاث ابعاد او ثلاث احداثيات او ثلاث متغيرات مستقلة. كمثال على هذا الكلام كمثال على هذا الكلام لو كانت عندي اف اوف اكس وواي، اف اوف اكس واي وزد بتساوي الجذر التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع ناقص زد، ما هو الدومين لهذا الاقتران؟ عشان تجاوبوني اكثر، عشان تعرف تجاوبوا كمان كويس، لو كانت عندي اف اوف اكس وواي وزد تساوي زد على اكس واي مثلا، ايش الدومين تبعها؟ ماذا يقصد؟ واحدة 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 ولا حاجة ولا حاجة، اليوم سوق الأربعة احنا بس بالراحة واحد تجاوب. قول يا دومين. مين؟ هذا ار زمان في الفصل الاول كان ينفع، بطلت ار الان. انا عندي اكس والواي والزد كل واحد لها مجال تبعها. كلامك مزبوط بس احنا بدي انا اعطيته عشان اعرف اعبر صح، نتعلم نعبر صح. هنا ممنوع الاكس في واي تساوي صفر، ممنوع، صح؟ متى اكس تساوي صفر؟ احنا الان نتكلم على الاكس والواي والزد ثلاث متغيرات مستقله، خلينا نقول الدبليو هي المتغير التابع تبعها، صح؟ وقيمتها تتوقف على قيم الاكس والواي والزد اللي بحطهم هان، تمام؟ فعشان يكون اقدر احدد الدومين بقول ما هي الاعداد اللي بقدر اعوض فيها هان ويطلع لي عدد حقيقي ينتمي الى ار، الجواب ينتمي الى ار. فالاكس ممنوع تساوي الصفر والواي ممنوع تساوي الصفر، صح؟ طيب القيم هذه من وين بدي اجيبها؟ ممنوع اكس تساوي صفر، اكس بتساوي صفر اصلا وين؟ على محور واي. واي وين بتساوي صفر؟ على محور اكس، يبقى لازم استثني جميع نقط محور اكس
وجميع نقاط محور واي، صح ولا لا؟ اللي بستثنيه بكتبه خط متقطع، يعني مش داخل معنا في الحل. هاي هدول اول حاجه، هاي صفر، هاي محور اكس، هاي محور واي. الزد فيش عليها شروط، لان في البسط فيش عليها شروط، تمام. وبالتالي لو اخذت اي قيمه لاكس وواي ما عدا الاصفار، ابعد عن المحاور الاحداثيات، والزد اي عدد حقيقي، وبالتالي بده يكون عندي الثلاثيات المرتبه تبعت الدومين تبعي، بده يكون كل الاكس واحد مثلا، او خلينا نقول اكس والواي والزد، بحيث انه اكس وواي وزد تنتمي الى ار، اند اكس لا تساوي صفر، اند واي لا تساوي صفر. هيك بكون الدومين تبعي، كل الارقام هذه اللي بتحقق لي هذا الكلام. طب عمليا، طب هيك الاكس والواي حددناها، طب وين الزد؟ وين الزد؟ لما يكون عندي الاقتران في ثلاث ابعاد، انا رسمت لك حاجه عشان احدد لك، انا عشان افهمك هذا الشرط. طب والزد وين في الموضوع؟ اخذتوا حاجه زي هيك انتوا ثلاث ابعاد؟ طيب انا بدي اعمل لكم اياها هنا، هاي هنا على الحيط. ايوه على الحيط هذا. الان لما بنرسم، طبعا هذا سطح مستوي، يعني له بعدين، طول وعرض، فيش له بعد ثالث يعني اللي هو المجسم بالارتفاع. فاحنا كيف بنرسم الثلاث ابعاد على جسم او على سطح ذو بعدين؟ بنعمل نقطة الاصل، هذه اكس وهذه واي، هذا محور اكس وهذا محور واي، وهنا الزد عمودي عليه، بكون هذا عمودي هنا وعمودي هنا وعمودي هنا. زي ايش يعني؟ زي ما يكون هي واحد، الثلاثة متعامدات، هذول اثنين متعامدين، هي هي هيك زاوية قائمة، وهذا عمودي عليهم، هيك بيجي. لأنه أصلا محاور إكس وواي إحنا بنعملها متعامدات، بعملها متعامدات وبجيب عمود هان، هذا تبع الواي، تمام؟ تبع الزد آسف. الآن هنا اللي عندي، هاي النقطة الجرد الواقع بالضبط عند نقطة الأصل، أما نقطة أصل الزبالة صحيح، صح؟ هاي نقطة الأصل، هاي نقطة الأصل. هان هيك بروح عند الإكس الموجب، الإكس السالب على امتداده على الشقة الثانية، هان بده يجيني الإكس السالب ورا، مزبوط؟ يعني بخش على الحيطة برا. الواي هاي الواي من الصفر وبيمشي هيك الواي، فالسالب بده يجي على امتداده على الشقة الثانية. الزد من هنا بيطلع فوق تحت امتداده، تمام؟ فالآن لما بدي أحدد الدومين تبع هذا الكلام، الزد فيش عليه مشاكل خالص، كل نقط المحور تبعه ضمن الدومين اللي عندي. الإكس والواي، الخط هذا ممنوع، الخط هذا ممنوع، طبعا كله رايح جاي هيك، هذا كله ممنوع. وين بدي أخذ؟ بدي أخذ كل الفراغ فوق وتحت ما عدا الخط اللي يمثل محور إكس والخط اللي يمثل محور واي، هاي الدومين تبعها، غير هيك بقدرش أعبر لك عنه. التعبير وصفي وليس عملي، بقدرش أكتب لك إياه كده، ماشي؟ يا إما بالرسم يا إما بالكلام. فالدومين لهذا الاقتران هو كل الفراغ ما عدا محور إكس ومحور واي، أو ما عدا جميع نقاط محور إكس ومحور واي. على محور زد بتكون الاكس صفر والواي صفر، على محور زد الاكس صفر والواي صفر، على محور اكس الواي صفر والزد صفر. يعني لو جيت هان بدي اقول هذه النقطه هيها من هان قولي واحد، طب الاحداث الصادي او واي، عشان تتصوريها اكثر، تصور انا بدي امثل النقطه واحد واثنين وثلاثه، تمام؟ كيف بدي امثلها؟ باخذ على اكس واحد بالموجب، هي واحد، بدي اخذ واي اثنين، هاي الاثنين مثلا تاعت واي، بدي امشي من عند الواحد خط يوازي محور واي، وعند اثنين برسم خط يوازي محور اكس، تيجي هذه النقطة، هذه النقطة اكس بواحد واي باثنين. هذه النقطة على المستوى تماما، على البلاط اللي احنا واقفين عليه، لا هي طالعة فوق شوي ولا تحت شوي، تماما، يبقى زد تبعتها صفر، هذه النقطة، صح؟ على الأرض. بس مجسم بالضبط،
أكيد طبعاً. الآن الزد قديش؟ ثلاثة. هاخذ هذه النقطة وأرتفع فوق هاي مثلاً واحد اثنين هاي ثلاثة. بدي هذه النقطة ترتفع على قبال مين؟ الزد. كيف بجيبها؟ لو رسمت هذا هيك وصلته بدي أرسم هنا يوازي. هذا بتكون متوازي أضلاع، بتكون هذه النقطة لو كانت هذه ثلاثة بتكون هذه النقطة واحد واثنين وثلاثة. الآن هذه النقطة، هذه النقطة اللي فيها راس القلم، لو بدي أعرف إحداثياتها قديش في الفراغ، طبعاً هذه النقطة في الهواء صح؟ بنزل منها عمود هان مثلاً، هان هذه النقطة إلا إحداث سيني وإحداث صادي، والإحداث الزد هو الارتفاع. افرض ارتفاع هنا خمس بلاطات وهنا ثلاث بلاطات وهنا أربعة، بيقول ثلاثة أربعة خمسة، يبقى هذه النقطة إحداثياتها ثلاثة وأربعة وخمسة. نقطة في الفراغ، نقطة هذه نقطة في المستوى وهذه نقطة في الفراغ، نقطة برضو في الآخر. آه طبعاً، ما أنت الآن لو أخذت أي نقطة في مستوى الإحداثيات إيش هتقول لي مثلاً؟ هذه النقطة قول لي واحد واثنين، هذا في مستوى الإحداثيات إكس وواي. طب لو قلت لي بالنسبة لزد، طب ما فيش زد لأن هذه تقع تماماً في المستوى، بدي اعتبر زد هي وهيك بدي يطلع فوق عمود عنها. هل هذه ارتفعت لفوق شوية؟ يبقى لما أخذها في صورة ثلاث أبعاد بقول واحد واثنين والصفر، لو بدك أقولها في ثلاث أبعاد، إذا دحكي عنها في ثلاث أبعاد بضيف بعد. تمام؟ لو هذه النقطة جينا بشاكوش ودقينا عليها ونزلت لجوه غائرة تحت صارت مثلا واحد، بصير عندي سالب واحد. لو زائد واحد، لو رفعتها هذه لفوق شوية واحد، بصير واحد واثنين وواحد. تمام؟ يبقى لما أتكلم على مستوى إحداثيات X و Y فقط بأخذ زوج مرتب، لو حكيت في X و Y وزد ثلاث أبعاد بدعمل البعد الثالث وهكذا. ننسها، نيجي الآن للمثال اللي عندنا، عشان هيك إحنا بنطول قبل ما نخلص اللي بدنا إياه. الآن هذا اللي عندي، إيش الدومين تبعه؟ إيش الدومين؟ هل في شروط على X أو على Y أو على Z؟ هي شروط بستثنيها من الآر وخلص، لكل واحدة طبعاً آر لكل واحدة، لأن لما رسمت هذا خط أعداد من سالب ما نهاية لما لا نهاية، ومحور إكس خط أعداد والواي خط آر، كله آر برسم. فإيش استثناءات على الإكس أو الواي أو الزد؟ فيه؟ فيش استثناءات. هنا إيش ما نعمل؟ حيطلع عدد حقيقي واطرح منه عدد حقيقي، يبقى هذه الدومين تبعها the entire space، كل الفراغ، الفراغ في الدنيا، الفضاء يعني، مش مجسم أو مسطح قصدي، لا في الفراغ كله. أي نقطة في الفراغ بتعود بعطيني عدد حقيقي، يبقى هذه الدومين تبعها الانتاير سبيس بنقول عنه. تمام؟ هذا بالنسبة للاقتران الأول. طبعاً هنا بتكون الإكس والواي والزد متغيرات مستقلة، والدبليو متغير تابع إلهم. طيب قلنا إحنا لو كانت الدي هي عبارة عن حيث الإكس تنتمي إلى آر والواي تنتمي إلى آر، إيش بتمثل هذا؟ قلنا بتمثل المستوى الإحداثيات الإكس واي بلين بس، الإحداثيات السيني والصاد اللي إحنا عارفينها صح؟ هذا هو، هذا بتمثله هيك. طبعاً الإكس فيش عليها شروط والواي فيش عليها شروط، يبقى كل الخط هذه المنطقة هيك تمثل. لو قلت تمثلها بتعمليها زي إيش دومين فانكشن من هذا الباب، أقول لك F of X آسف، لو قلنا F X Y بتساوي X تربيع زائد 5 X Y، هذا اقتران في متغيرين، إيش الدومين تبعه؟ كل الـ X Y بلين، بقولش كل R صح؟ يعني أي قيمة الـ X تنفع، أي قيمة الـ Y تنفع، ما فيش شروط على أي واحدة، وبالتالي هيكون هاي الدومين إذن الـ Entire X Y بلين، جميع نقط الـ X Y بلين. الإكس متغير مستقل والواي متغير مستقل، والأف اقتران في كل منهم. طيب لو قلنا زد بتساوي أف أوف إكس وواي وتساوي واي زائد إكس تربيع، إيش الدومين؟ زي البولينوميالز. كل الاكس واي بلين، كل الاكس واي بلين. لو قلت لكم هاتوا اوجدوا اف الواحد وخمسه مثلا، ايش هنقول؟
أيوة أنا غلط فيها عند الطلاب، حطيت على طول 1 + 25 مع أن هاي الإكس وهي الواي صح؟ 5 + 1 تربيع بتساوي 6 تمام؟ فأف الإكس والواي أف الواحد وخمسة تعطيني 6 صح؟ طب خذوا بالكم من هالنقطة الصغيرة، تقول إن شاء الله ما تخربطكوش، إن شاء الله ما تخربطكوش تمام؟ الآن لما كنا نقول واي بتساوي أف الإكس وتساوي 2 إكس مثلاً زائد 1، لو قلت لك هاتي أف الاثنين إيش بنقول؟ مش 5؟ طيب أعطيني إياها بصورة زوج مرتب، بتقول لي لما إكس باثنين واي بخمسة صح؟ طب هذه مش هي عبارة عن 2 وأف الاثنين صح؟ طب أنا هنا عندي الواحد وخمسة، لو بدي أحطها في صورة واحد وخمسة وستة اللي هي أف الواحد وخمسة صح؟ تعطيني ثلاث أبعاد، يبقى هذه نقطة في الفراغ مش على مستوى الأحداث، يعني عشان في متغيرين صح؟ فبتكون إكس بواحد واي بخمسة والزد بستة بتكون في الفراغ تمام؟ فلو قلنا واحد وخمسة وستة، هذا الست المتغير أو قيمة المتغير التابع عند المتغيرين المستقلين، يعني فيش فيها خربطة قياساً على إيش؟ تبعت البعد الواحد، كل حاجة هنقيسها على البعد الواحد أو المتغير الواحد عشان نقرب لحالنا الفكرة. طبعاً كتقريب للمفهوم بقول لو كان عند الدومين زي السؤال قبل شوية الانتير إكس واي بلين، لو أخذت أي نقطة إكس واي بالأف هتأخذ الجواب لوين يروح؟ لو مخطط سهمي، لو كانت زد بتساوي اف اوف اكس واي، وهذه قلت لك ريال فاليود فانكشن، قيمه الاف عند الاكس واي ايش بيطلع؟ يفترض انا مش هتكملوها انا عارف، يفترض انه عدد حقيقي صح؟ الحين انا قلت لكم اف اكس واي، مش قلنا لكم واي زائد اكس تربيع؟ الآن يفترض لما أجيب قيمة الأف عند أي قيم لإكس وواي يطلع لي يقولنا قديش؟ 5 و1 6، الست عدد حقيقي ولا لا؟ يبقى الأف بتأخذ لي الزوج المرتب بدل ما أقول 1 وإكس إكس و1 ده أقول لك 1 و5، هتأخذها لمين؟ ست صح؟ مش هذا ريال فاليود فانكشن؟ الدومين تبعها الإكس واي بلين والرينج هو R أعداد حقيقية، فبتأخذ مخطط سهمي. إحنا زمان كنا نعمل مخطط سهمي على صورة هاي الدومين وهاي الكودومين، هذه بتروح هان صح؟ تأخذها غان، فأنا الآن مفروض أودي الصور أبعتهن وين؟ على R مظبوط؟ فصورة الزوج المرتب هي عدد حقيقي، صورة الزوج المرتب اللي هان عدد حقيقي وهكذا. أوكي، فإحنا هذا بنمثله في إيش؟ X Y Z بتكون هذا بمثل لي الزد. طيب أوكي، كيف بنحدد مجال أو مدى اقتران؟ المدى من السنة الفاتحة احنا ما دقناش عليه كتير، لكن سهل احنا بالتصور مدام وصفي وكلام ممكن، لكن مش هندق عليه كتير. كيف بدنا نحدد مجالات الاقترانات؟ احنا من الفصل الاول عارفين انه مجال اي اقتران، مجال الاقتران هو مجموعه كل الاعداد او كل القيم، خلينا نقول الان مش هقول كل الاعداد الحقيقيه، كل القيم التي يمكن ايجاد صوره لها بقاعده الاقتران. يعني لما اقول زد بتساوي لي اف اوف اكس واي بتساوي جذر واي ناقص اكس، هل اي قيمتين لاكس وواي بيطلع بقدر اجيب صورهن؟ لا، لازم يكون ايش؟ هاي دومين. ما هي الاعداد التي يمكن او الازواج المرتبه بقدر اجيب لها صوره؟ واي ناقص اكس اكبر او تساوي الصفر صح؟ واي ناقص اكس لازم تكون الواي، ما قواعد الدومين اللي اخذناها الفصل اللي فات، واي ناقص اكس لازم تكون لي اكبر او تساوي الصفر تمام. طب لو بدي احددها واي اكبر او تساوي اكس، هاي الشرط واي اكبر او تساوي الاكس، وين طيب؟
طب كيف بدي احددها؟ اجيب ان رقم مهم اكس يكون اقل من واي. فيش مشكله، فيش مشكله. واي اكبر من الاكس، خلص هي الشروط اللي عندي. ايش بدها تكون؟ يعني لو اجيت حددتها الدومين تبعي بده يكون كل الازواج المرتبه الاكس والواي، بحيث انه الاكس عدد حقيقي والواي عدد حقيقي اند الواي اكبر واي اكبر او تساوي اكس. خلص. يبقى تقدر تحط اي زوج مرتب يجي على بالك، اي زوج مرتب، بس بشرط يكون المسقط الثاني اكبر من المسقط الاول. ما فيش شيء ارقام، كل الارقام تقدر تجيبها، صح؟ كل الارقام بحيث او تحت هذا الشرط. طيب الان مش كل الازواج المرتبه بتيجي عندي، يعني الان انا بقول كل الازواج المرتبه اللي فيها الواي اكبر او تساوي الاكس، بقدرش اقول كل الاكس واي بلين. غلط غلط اقول كل الاكس واي بلين، لانه لو اخذت النقطه 3 و1 لا تنتمي، ما ينفعش. لو اخذت 1 و3 تنتمي، اما 3 و1 لا. طب ايش بنعمل؟ طيب اجرب، لو رسمنا الخط المستقيم واي تساوي اكس، واي تساوي اكس، مشان طيب تجاوزا بس نستأنس احنا في بعض الارقام بعدين نكتب قاعده عشان تريحنا. ممكن هاي واحد، هاي اثنين، هذا تكون عقبالها ايش؟ واحد. هذا عقبالها اثنين، تمام. وهان سالب واحد تكون عقبالها سالب واحد، هاي سالب اثنين عقبالها سالب اثنين، سالب اثنين، سالب اثنين. هاي النقط عشان في يساوي بتدرسوا من الخط، او عشان في يساوي واي اكبر بدك تكتبها واي تساوي اكس. عشان في يساوي برسم الخط متصل، برسم الخط متصل. لو كان اكبر فقط برسم متقطع. لما اقول متقطع بمعنى انه نقط الخط غير داخله في الحل، لا تحقق المتباينه، لانه على الخط بتكون واي بتساوي اكس، صح؟ هذه رسمه ايش؟ واي تساوي اكس. فلما ارسم متقطع بقول لا، لكن لو كان في يساوي برتسم متصل عشان أأكد إنه النقط اللي هان تحقق المعادلة. طيب هذه واحد وهذه واي عقبالها قديش؟ واحد. طب بدي أجرب نقطة هنا، قولي مثلا واحد ونص، بتزبط ولا بتزبطش؟ لما تكون واي بنص، واي بنص أقل من إكس، يبقى ولا نقطة تحت الخط بتزبط، ولا نقطة. نجرب، خذ النقطة هذه حتلاقيها 2 و0 تزبطش. خذ النقطة هان هتلاقيها مثلا 3 و1 تزبطش. لازم اخذ كل النقط اللي هان. يبقى انا الدومين تبعي جميع نقط المستوى التي تقع فوق المستقيم واي يساوي اكس، مضافا اليها نقط المستقيم واي تساوي اكس. كلام، يعني الحل وصفي مش حل. كيف بدي اعبر عنها؟ لما اقول لك واي اكبر وتساوي اكس، كيف بدي اجيبها؟ واي اكبر او تساوي اكس. فنرسم العلاقه هذه، اذا فيش يساوي بنرسمه متقطع، اذا في يساوي بنرسمه متصل، وبتكون ضمن الحل. وبعدين بدور على نقاط تحقق المتباينه، يا نقاط فوق يا نقاط تحت، بجيب لي زوج مرتب وبعوض في المتباينه، حققت تحققت، ما حققتش يعني لو اخذت هذه بلاقيها بتحققش، باخذ اللي في الجهه الثانيه. إذا هاي الرسم اللي قدامي بتحدد لي الدومين تبع هذا الاقتران. في عندنا مثال مكتوب عندنا، لو طلعتوا عليه حتلاقوه. وين احنا رجعنا؟ صفحة 142. 142 واي ناقص اكس تربيع، صح؟ هاي بقول لي حدد الدومين. اختلف السؤال الآن. أنا في الأول اشتغلت هذا اللي اشتغلته على ايش؟ واي ناقص اكس، وأنا متعمد. الآن بدي أشتغل على إيش؟ واي ناقص إكس تربيع. هل في شروط؟ نعم، لازم تكون الواي أكبر من إكس تربيع، أكبر أو تساوي برضو، صح؟ هان عشان أحدد الدومين واي must be greater than or equal إكس تربيع، يبقى لازم تكون أكبر أو تساوي، أو إحنا زي ما بنقول كبداية عشان أجيب الدومين لازم تكون ما تحت الجذر
أكبر أو يساوي صفر وبعدين بيجيها هيك واي أكبر أو تساوي إكس تربيع تمام؟ عشان أحدد المنطقة أو أرسم منطقة الدومين رسم وصف بكفيني الشكل قولي لي الجزء المظلل هو الدومين وخلص بس ترسمي صح وتظلل لي صح إيش بدي أعمل؟ بدي أجي أرسم واي تساوي إكس تربيع البارابولا اللي هي إحنا بنسميها الاقتران التربيعي بدي أرسم متصل ولا متقطع عشان في يساوي بقول لي واي أكبر أو تساوي إكس تربيع ممكن أقول أنا اللي جوا اللي هان اللي فوق طب ما جاتش في بالي إيش عرفني أنا بروح بقول باخد حالي عقد عقلي بالراحة بمشي وين بدي أظلل اللي جوا ولا اللي برا طيب هاي النقطة صفر معلش طبعا هذه لو كانت واحد هتكون عندي واحد والسالب واحد برضو واحد صح هاي واحد لو أخذت اثنين تكون أربعة هذه النقطة عقبالها أربعة والسالب اثنين كذلك صح سالب اثنين طيب أنا واحد واحد بقى ممكن أخذ واحد والنص وأشوف هل هذه النقطة تقع ضمن الدومين ولا لا خدي إكس بواحد وواي بنص لما إكس بواحد تربيع واحد نص ناقص واحد طلع سالب إذن هذه النقطة لا تنتمي طب بلاش خذ الاثنين والواحد مش اثنين وأربعة خذ اثنين وواحد أو اثنين واثنين أو اثنين وثلاثة أي نقطة بدك إياها حط اثنين واثنين حط واي باثنين وإكس باثنين اثنين ناقص أربعة بزبطش إذن كل النقط اللي خارج البارابولا ولا واحد تنتمي خذي النقط اللي جوا خذي أي نقطة خذي إكس بصفر وواي بواحد واحد ناقص صفر بزبط خذي هنا بدل ما هي واحد وواحد خذيها واحد وثلاثة بزبط لأن واي بتكون ثلاثة ناقص واحد أكبر إذن كل النقط اللي داخل المنطقة بالإضافة لمين لنقط الخط المنحنى هاي الدومين تبع المنطقة واضح الكلام مكتوب عندكم خط صغير رسم صغير على الشمال هذه الزيادة هيك معمولة الواي تساوي إكس تربيع ومغمق عليه لأنه ضمن الدومين لأنه متصل لأنه فيه أو يساوي نشوف الإكزامبل اللي بعده إحنا حتى الآن نتكلم على إيش على الدومين والرينج مش ذات أهمية كثير لأنه بس موضوع جديد بدنا نفهم الأساسيات تبعته اللي بعده زد بتساوي واحد على إكس واي طبعا هاد الزد متغير تابع والإكس والواي مستقلين إيش في شروط عندي شرط إنه إكس واي لا تساوي صفر يعني وقت إيش إكس لا تساوي صفر وواي لا تساوي صفر أو واي لا تساوي صفر من فعلت التين يعني إكس لحالها تساوي صفر بغض النظر عن واي واي بتساوي صفر ما تساوي صفر بغض النظر عن إكس أو الإكس صفر والواي صفر كل هذا ممنوع صح وبالتالي أنا بقول هان ممنوع إكس تساوي صفر ممنوع واي تساوي صفر ممنوع الإكس تساوي واي تساوي صفر هذا ممنوع ف لا هيك بزبطش هي هدول هيك وخلص ما عشان أو بتكون أحدهما أو كلاهما تمام وبالتالي هان إكس ما تساوي صفر يبقى أنا بدي أستثني كل محور واي واي ما تساوي صفر أستثني كل محور إكس وما عدا ذلك مسموح فيه وبالتالي كل الإكس واي بلين ما عدا محاور الإحداثيات ما عدا الإكس بلين إكس أكسز والواي أكسس لأن هذا هو واي تساوي صفر وهذه إكس تساوي صفر والباقي كله هو الدومين يبقى الدومين هو الانتاير إكس واي بلين إكسبت دا واي أكسس أند إكس أكسس اللي بعده زد بتساوي ساين إكس واي زد بتساوي ساين إكس واي إيش شروط على الإكس والواي هل في شروط على الاكس والواي عشان هالحين في الجذر في شروط على اللي جوا لازم يكون موجب طب هنا الساين وين معرف احنا في معلوماتنا الساين وين معرفه على ار صح الدومين تبعه كل ار الساين كله مظبوط
كل ار كل ار، وبالتالي الاكس واي فيش عليها شروط. اذا الدومين كل الاكس واي بلين، كل الاكس واي بلين، او نقول ذا انتاير اكس واي بلين بالكامل، تمام. والرينج سالب واحد وواحد، احنا قلنا مش هندق كثير على الرينج. اللي بعده دبليو، دبليو هنا اعطاني ثلاث ابعاد، او الدبليو في ثلاث متغيرات. الدبليو بتساوي اكس واي لين زد. الاكس والواي فيش عليهم شروط، الزد اللي على الشروط ايش لازم تكون؟ اكبر من صفر. الزد لازم تكون، لانه اللين احنا بنعرف اللين هيك، لازم تكون اكبر من اكبر تماما من صفر. يبقى ضروري تكون الاكس اي عدد والواي اي عدد والزد لازم تكون اكبر تماما حتى ما تسويش صفر. طيب لما اقول الاكس كل ار، يبقى كل محور اكس وكل محور واي وكل النقط اللي بينهم، كل النقاط الازواج المرتبه اللي فيها الاكس والواي، يعني الانتاير اكس واي بلين، هذه هيك معناها صح. اي نقطه في مستوى الاحداثيات اكس واي مقبوله، الزد فقط لازم تكون وين؟ موجبه. يبقى انا لو جيت على محور اكس هذا اللي هان واللي غاد على الامتداد كله مقبول، والواي كله مقبول، اذا كل النقط تبعوث التقاطع هان، الاكس واي بلين كله مقبول عندي، بس هان بقول لي الزد مالها. طب الزد من هان لفوق موجب، يبقى انا مش هاخذ نقطه الاصل، لازم تكون اكبر من صفر. يبقى كل الفراغ من تحت، مش هنقول تحت رجلينا، احنا ممنوع انتطش الارض. ايش يعني انتطش؟ ممنوع نلمسها، مزبوط، ممنوع من فوق مستوى الاكس واي الى ما لا نهايه، عشان يعطيني زد اكبر من صفر، تمام. كل الفراغ ما عدا، او خلينا نقول نصف الفراغ العلوي، ذا ابر هاف اوف سبيس، تمام، اكسبت ذا بوينتس اوف اكس واي بلين، ما عدا نقطه الاكس واي بلين هذول بيلزمنيش، تمام. هيك بكون عندي الدومين. الاخير اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع، فيش عليهم شروط صح؟ كله تربيع، وبالتالي فيش عليها شروط. اذا كل سبيس اللي فوق واللي تحت كله مقبول، ذا انتاير سبيس. طيب الاخير المقام ما يساوي صفر فقط، هاي الشرط الوحيد، يعني ما عدا نقطه الاصل، ليه صفر وصفر وصفر، ليه هذيك؟ يعني بده يكون مستوى احداثيات مخروم من عند نقطه الاصل، فراغ فقط. functions of two variables، لسه في وقت معنا، كويس. هنا بس بعض التعريفات بنقولهم، كلمات بسيطة، مش هنمشي أكثر من هيك، يعني هاخذ بس مثال اثنين خلص. احنا قلنا له نص إلى خمسة، لسه كثير. واحتمال نعدي معكم. احتمال. نشوف احنا بس functions of two variables. اقترانات لا متغيرين. أو آسف، في متغيرين مستقلين طبعًا. لو كانت زد function of x و y، هيكون الدومين تبعها عبارة عن منطقة في الـ x y بلين في الأرضية، مش فترة. الفترة جزء من r، والـ r قيم لمتغير واحد، أما الآن أنا شغال على x و y صح؟ لو كانت زد تساوي f x و y، يعني مثلاً أجي أقول لك بتساوي لي x تربيع زائد y تربيع مثلاً، ايش الدومين تبعها هذه؟ كل ايش؟ الاكس واي بلين كله، ما بينفعش اقول ار صح؟ وبالتالي انا بحكي هنا بصفه عامه مش على قد هذا بس. الدومين تبع هذه بده يكون جزء من الاكس واي بلين، يبقى عباره عن منطقه من الاكس واي بلين. هذا بكون الدومين بالصوره هذه، مش على صوره انترفل. احنا في السنه اللي فاتت كنا نعمل انترفلز اوبن او اتحاد فترات، شيء اوبن وشيء كلوز، مزبوط ولا لا؟ الان نحكي على ريجونز، ريجون منطقه هي الدومين تبعي بده يكون. الان الريجون هذه بدي اخذ النقط تبعتها واحدد، وربما استثني بعض النقط احنا وقاعده الاقتران. في نقط اقرب لكم اياها على المتغير الواحد. لو انا بتعامل مع الفتره مثلا ناقص واحد لثلاثة،
اللي هي ناقص واحد وثلاثة مفتوحة، تمام؟ فترة من العدد الحقيقي. الآن أي رقم هان أو هان أو هان أو هان أو هان ما عدا سالب واحد وثلاثة داخل الفترة بنسميها نقطة داخلية، صح؟ اللي برا نقط خارجية. السالب واحد والثلاثة حدودية أو end points، نقط طرفية كنا نسميها، صح؟ حدودية. الآن النقطة وقتش بقول عنها داخلية؟ إذا قدرت أجيب فترة مفتوحة تحتوي هذه النقطة وتقع بكاملها داخل الفترة، هذه النقطة داخلية ولا لا؟ هاي open interval تحتويها وتقع داخل الفترة، صح؟ يعني مثلاً لو قلت لك هانا هل الناقص 9 من 10 تقع نقطة داخلية جوا الفترة هذه ولا لا؟ هاي 9 من 10 هانا بتيجي تقريبا. بقول صحيح، لأن هذه تنتمي إلى سالب 9.99.0، هذه تنتمي هانا ولا لا؟ وهذه جزء من الانترفل تبعتي ناقص هيك ولا لا؟ بكفيني ألاقي فترة واحدة تحتوي النقطة وجزء من الانترفل عشان نسميها داخلية. بديش أخش معكم في كلام كتير. الآن هذه الريجون مقسمة، بتقسم لي الإكس واي بلين إلى ثلاث مجموعات من النقط، نقط داخلية، نقط خارجية، ونقط حدودية. انتيريور بوينتس، اكستيريور بوينتس، وباوندري بوينتس. باوندري اللي هي الحدود، بقولوا البوردرز، الحدود تبعت الدول، مظبوط؟ أو أبرود، خارج الحدود، برا يعني من بعيد. فأنا بقول عن النقطة إنها داخلية إذا قدرت ألاقي ديسك قرص مفتوح جميع نقطه داخل الفترة، يبقى هذه النقطة داخلية. يعني لو جيت للنقطة اللي هان القريبة جدا، هل هي داخلية ولا على الحدود؟ داخلية، شايفينها؟ بقدر أجيب قرص صغير هالقد ويكون محتوى داخل المنطقة، بسموها interior point. وهذا الكلام المكتوب عندكم في البند الأول في definitions صفحة 143. A point x node y node in a region R in the xy plane is an interior point of R if it is the center of a disk of positive radius that lies entirely in R. فاهمين حاجة؟ واضح الكلام. وتكون هي مركز الديسك، هي the center of، كويس، ديسك. أي نقطة هذه الآن هذه النقطة بسموها boundary point. إيش الباوندري بوينت؟ هي النقطة اللي لو جبت أي ديسك هنا، كمان مرة أرجع هنا، بكفيني أجيب ديسك واحد يحتوي النقطة ويقع بتمامه داخل المنطقة. النقطة الباوندري طبعا هذه ممكن أقول هاي ديسك يحتويها ولا يقع. أنا ما قلتش أي ديسك، قلت بكفي تجيبوا لي ديسك واحد يحتوي النقطة ويقع داخل. هاي لقيت ديسك صغير يقع داخل، إذن هي انتيريور. لكن الباوندري بقول أي ديسك يحتوي هذه النقطة لازم يأخذ عناصر من جوا المنطقة وعناصر من برا. هات النقطة هاد، أي ديسك يحتويه يأخذ عناصر من جوا وعناصر من برا، هاد بنسميها باوندري بوينت. اكستيريور بوينت أو نقطة خارجية، مش مكتوبة عندكم في التعريف، مش مشكلة، بقول عن نقطة خارجية إذا قدرت ألاقي ديسك واحد يحتويها وتقاطع في الريجون فاي، ملوش تقاطع فاي، بسميها اكستيريور بوينت. هذول الكلمتين اللي هن هي معبر عنهن. احنا عادة بنعبر عن المنطقة المفتوحة بالخط المتقطع، زي ما قلنا عن الخط المستقيم قبل شوية، أو المنحنى. إذا رسمته متقطع يبقى مش داخل عندي، إذا رسمته متصل بكون داخل. هذه بنسميها منطقة مفتوحة، هذه اللي هيك بنسميها منطقة مغلقة، معلش، وهذه لا هي مفتوحة ولا هي مغلقة، مش هقول إنها فيش فيها نصف، لا هي مفتوحة ولا هي مغلقة. طبعا تكون مغلقة إذا كانت تحتوي جميع نقطها بما فيه النقط الحدودية. مش دائما النقط الحدودية تقع داخل الريجون، يعني هذه النقطة تقع داخل الريجون. طب هذه النقطة هنا مثلا لا تقع لأنها منطقة مفتوحة لا تقع فيها، ما علينا، مش كلام مهم كثير. نشوف الإكزامبل رقم 2، شوفوا إكزامبل رقم 2 عشان نحكي على
النقط الداخلية والخارجية أو نحدد الدومين تبعه. رقم اثنين أو مثال اثنين بقولي the region in the xy plane x تربيع زائد y تربيع أقل من واحد is an open disk, an open unit disk centered at the origin. بقولي المنطقة x تربيع زائد y تربيع أقل من واحد هذه إيش بيمثلها؟ معادلة دائرة. لو حطيت بدل أصغر لو كتبت x تربيع زائد y تربيع تساوي واحد بس عشان يساوي لو رسمت أنا تساوي واحد إيش مركزها؟ صفر وصفر لأن الصورة العامة صح؟ الـ A والـ B هي السنتر والـ R هي الراديوس نصف القطر فهذه في عنا ضمير مستتر تقديره X ناقص صفر وهان Y ناقص صفر وكل تربيع فالأوريجين هي نقطة الأصل فهذا عبارة عن واحد واحد سالب واحد سالب واحد هاي صفر هاي X هاي Y تمام؟ هي ديسك في الـ XY بلين يساوي لكن هان عشان ما فيش يساوي بعمله متقطع وبده ماله الاكس تربيع زائد واي تربيع اقل من واحد فباخذ النقط اللي جوا تمام هذا بسموه يونت ديسك يعني قرص نص قطر واحد او دائره الوحده دائره الوحده يونت ديسك هذه لو قال لي او يساوي بسكر هذا تمام اوكي طيب لو قال اكبر بالضبط أكبر تماماً برسم هيك وبعمل هذا الكلام كله كل اللي خارج مظبوط هذا أوكي طب المجموعة هذه طيب معلش المجموعة هذه x تربيع زائد y تربيع تساوي واحد زي ما كتب لك حيث ال x وال y أعداد حقيقية إيش بتمثل هذه تمثل دائرة دائرة نص قطرها واحد ومركزها نقطة الأصل يبقى هذه تمثل مش هقول ديسك هقول سيركل مش ديسك الديسك بتاخد المصمت زي الديسك تبع هان مظبوط هذه الدائرة بس طيب ايش كمان لو قال لي اكبر او فيش اكبر او تساوي اصغر او تساوي بصير الديسك كله كل الديسك بقصه وبناخده نجيب اوكي الديفينيشن اللي تحته ما بدناش اياه كثير ما بلزمناش وانا بقول حتى مثال 3 و4 انسوها خلاص بكفي لعند مثال 2 وخلاص طيب السكشن اللي بعده شوي خلص 4 ضل 5 دقائق ويجي الراجع بس خلص سكشن هذا الهام معي بكفي سكشن 14-2 بدي أعطيكم فكرة صغيرة بس أجاهل أنتوا اللي مري حد باصة يعني أوكي بدي أعطيكم فكرة بس عن الليميتس والكونتينيوتي ومش هطلب منكم السكشن هذا 14-2 مش هطلب بدي أعطيكم فكرة ايش بديش الواحد يعني لازم يكون عنده يعني ايش اقول ما علينا عنده حب استطلاع الواحد لازم يكون يعني طب كيف لو بدي احسب الليمت طيب لو بدي اجيب القيم العظمى والصغرى كيف بدي احسبها كيف بدي احسب الاقتران متزايد متناقص له نهايه بدي احاوله مش فاضيين مش فاضيين الكلام طيب لما كنا نجيب نهاية اقتران عند نقطة مثلاً لو كانت عندي الـ f of x مثلاً أوكي هي في رسم عندكم وهي أنا مغلقة وهنا مفتوحة هيك مثلاً إيش الأرقام هان واحد للثلاثة هذه واحد هذه للثلاثة وهذه عقبال الأربعة
مثلا. المهم الان لما بدي اشوف نهايه الاقتران عند الاثنين مثلا، لما قال لي ابحث نهايه الاقتران عند الاثنين لتكن هذه مثلا واحد وهذه اثنين مثلا، هنا واي هذا اكس. طبعا هذا علم القديم، يعني هم نشتغل على متغير واحد اللي هي واي تساوي اف اوف اكس، تمام. لما بدي ابحث نهايه الاقتران عند الاثنين كنت ادرس الاقتران لما اكس تقترب الاثنين من الشمال ولما اكس تقترب الاثنين من اليمين، واشوف اذا النهايه اليمنى نفس النهايه اليسرى. اذا متساويات بقول النهايه موجوده وتساوي. مثلا لما اكس تقترب للواحد لاثنين اسف من الشمال، لما اكس هان قيمه واي هيها، لما اكس هان صح يبقى قيمتها واحد. طب تعال من اليمين هاي اكس تاخذ هان كمان واحد. بأقرب على الاثنين سواء من اليمين او من الشمال من خلال نقط الدومين. لما اجي ابحث الليمت عند الاربعه بقدرش ابحث هيك لما اكس تقترب للاربعه، لان هذه النقط برا الدومين. بس بقدر ابحث الليمت عند الاربعه من الشمال لانه العناصر هذول من ضمن الدومين داخل الدومين، فببحث النهايه من الشمال فقط. فبقول الليمت مثلا لاف اوف اكس لما اكس تقول لاربعه من الشمال مثلا قولي 3 بتساوي 3. ليمت اف اوف اكس لما اكس تقول ل 2 بقدر اقول من اليمين او من الشمال، وفي الاخر بقول واحد. بقدرش اجيب الليمت للاربعه من اليمين، بقدرش، تمام. عشان اقول الليمت عند 2 موجوده لازم تكون الليمت عند 2 من الشمال تساوي الليمت لاف اوف اكس لما اكس تقول ل 2 من اليمين يساوي وتساوي 1. بقول الليمت موجوده وقيمتها 1، تمام. كيف انا الان اتعامل مع متغيرين؟ الدومين تبع متغيرين هي منطقه في الاكس واي بلين. متغيرين لو ثلاث متغيرات الدومين منطقه في الفراغ اكس واي زد، مزبوط ولا لا؟ خلينا في المتغيرين. فبدي يكون الدومين عندي وين؟ في الاكس واي بلين. الان ليكن عندي زد بتساوي اف اوف اكس واي، الدومين تبعها هي المنطقه هذه. بدي اجيب ليميت الاف اكس واي لما اكس تقول، مش هيزبط، مش حاجه اسمها اكس تقول، اكس واي تقول الى صفر وصفر، تمام. هاي الصفر وصفر، هاي صفر وصفر. ايش نهايه الاقتران لما اكس تقول لصفر وصفر؟ كيف بدي ابحث الليميت للاقتران؟ قبل بشوية لما عملنا، مش معطيك قاعدة اللي تقول لي صفر، ايش عرفك؟ طب يمكن معطيك اقتران ثابت وقايل لك يساوي 5، يطلع 5، صح ولا لا؟ مزبوط؟ مش معطيك قاعدة، انا بعطيك الفكرة بس. اعطيك الفكرة. احنا قبل شوية لما حكينا عن الواحد، جينا عند اثنين اسف، جينا من اليمين ومن الشمال عند الواحد، حوالين الاثنين، صح؟ وابحث سلوك الاقتران على شمال الاثنين وعلى يمين الاثنين، ولقيت السلوكين في الاخر بيؤدي لي الى قيمه واحد اللي هي الواحد، وقلنا الليمت تساوي واحد. القيم حوالين هذه. طب ايش القيم لما اكس تقول لاثنين من الشمال او اكس تقول لاثنين؟ طب اكس تقول اكس وواي تقول للصفر وصفر من وين؟ فيش فيها شمال ويمين، فيها من كل صوب وميل زي ما بيقولوا، من كل الدنيا بتهجم عليها، صح؟ من وين بدي احسبها؟ فبقول عشان احسب في انا عندي مسارات، يعني ممكن النقط تكون جاي هان هيك هيك هيك، اقتران تكعيبي وتروح جايه للصفر وصفر. كل النقط هذه ضمن الدومين ولا لا؟ ممكن تتجه للصفر وصفر من خلال خط، ممكن تتجه للصفر وصفر من خلال اقتران تربيعي. في مسارات بقول نبحث نهاية الاقتران لما الاكس وواي تقترب للصفر وصفر من خلال مسارات. طبعا صعب ابحث كل المسارات الممكنة، وبالتالي احنا بس شغلتنا في الليمت للمتغيرين ان نحكم هل الليمت موجود او مش موجود. اذا بقدر اجيبها بالتعويض المباشر او بالتحليل او ضرب في مرافق حاجات احنا اخذناها قبل هيك كان بها، غير هيك بنسى الموضوع بالمرة.
مثال بسيط، مثال بسيط هذا الكلام. لو طلعت صفحة 148، صفحة 148 بقول evaluate the following limits، أوجد النهايات التالية. بعدين بقول لكم على حكاية المسارات هذه كيف بنجيبها في المثال اللي تحت. معطيني أول واحد limit، إيش قاعدة الاقتران؟ 2x ناقص x y زائد 5 على تربيع. لما x y تقول إلى 0 و 1 بنجرب التعويض المباشر، عوض عن x بصفر وعن y بواحد تساوي 0 زائد 0 أسف ناقص 0 زائد 5. أنا عارف هان 0 زائد 1 ناقص 0 يبقى 5 على 1 وتساوي 5، يبقى ليمت 5. خلصت ليمت، ليمت الاقتران، هذا اقتران. قلنا الاقتران بخذ لي من هان وبروح على مين؟ على الار، الجواب في الار، مزبوط ولا لا؟ فالليمت تبعتها 5، منطق منطق. اللي بعده قال اكس تربيع ناقص اكس واي على جذر اكس ناقص جذر واي، تعويض مباشر 0 على 0، ضرب حلل البسط تحليل. قال اكس تربيع ناقص اكس واي على على ايش؟ على جذر اكس ناقص جذر واي، بده الليمت لما اكس واي تقول الى 0 و0، صح؟ هذه اخذ اكس عامل مشترك ليمت الى اخره، صارت اكس في اكس ناقص واي على جذر اكس ناقص جذر واي، حلل هذه فرق المربعين، صارت ليمت الى اخره اكس في جذر اكس ناقص جذر واي جذر اكس زائد جذر واي على جذر اكس ناقص جذر واي. هذه مع هذا راحت، ضل الباقي عندي ليمت اكس في جذر اكس زائد جذر واي لما الاكس والواي تقول الى صفر وصفر، بيطلع الصفر في صفر زائد صفر وتساوي صفر، عدد حقيقي. هذه كلام كويس، ها حلو، خليه مطلوب كويس، فيش مشاكل. نشوف المثال اللي تحت عاد. فايند ذا ليميت، بده ليميت واي على اكس لما اكس واي تنتمي الى صفر وصفر. طيب ايش الدومين تبع هذا الاقتران؟ اكس لا تساوي صفر، يعني ما عدا محور واي، صح معي؟ طيب انا اللي تعبت، انا اللي مش معكم. الان مفروض الدومين كل الاكس واي بلين ما عدا، يعني هذا فقط المتقطع والباقي كله عندي في الدومين، تمام؟ كله في الدومين. الان انا بدي يقول الى صفر وصفر، طب من وين اجي له؟ كل الدنيا في الدومين. فبنقول احنا بدنا نتبع مسارات، ممكن مسار بارابولا، اقتران تربيع، اقتران خطي. اسهل حاجه بنجيب احنا الاقتران الخطي، يعني مثلا لو جبت انه القيم تقترب الى صفر وصفر من خلال معادله خطيه، بقول لك افرضي واي تساوي، طبعا انا قاعد رسمت الخط هذا وين؟ في مستوى الاحداثيات، هذا اسمه محور اكس وهذا اسمه محور واي، وهذه الصفر، صح؟ مش هقول صفر وصفر، هي صفر، هي اكس بصفر واي بصفر. هذا الخط معادله واي تساوي اكس، صح؟ فانا اقول لك بدي مش واي تساوي اكس بس، طب ما انا عندي هيك كمان، وعندي هيك وعندي هيك، كل هذه مسارات النقط تقترب منها للصفر وصفر، سواء من هان من هان، مزبوط ولا لا؟ فقال خذ المسار التالي واي تساوي كي في اكس، حيث اكس لا تساوي الصفر. طبعا اكس اصلا ما تساوي صفر، يعني بنفع اكس تساوي صفر، كي لو ساوت صفر واي بتساوي صفر، محور اكس عادي فيش مشكله، لو كي ساوت صفر هي بنفع بروح للصفر وصفر، مزبوط ولا لا؟ قال جربي واي بتساوي كي اكس، هات الليمت، يبقى صار عندي الليمت لبدل واي حقول كي اكس على اكس لما اكس واي تقول لصفر وصفر تقول الى. طبعا لما اقول لك واي تساوي كي اكس، يعني واي تساوي اكس هاي مسار،
واي تساوي نص اكس مسار، واي تساوي سالب اكس مسار، واي تساوي جذر اي حاجه، اي قيمه لك بعطيني مسار. طيب الليمت هذا ايش حيساوي؟ الاكس لا تساوي صفر، يبقى بقدر اختصر، يبقى بيساوي لي كي نهايه الثابت ثابت. الان هل الليمت لما اكس واي تقول لي صفر وصفر بعطيني عدد ثابت ولا متغير؟ بمعنى عشان انا عارف حتقول لي ثابت. الان لو مشينا على المسار واي تساوي اكس حيطلع الليمت واحد، لو رحت من المسار واي تساوي نص اكس حيطلع الليمت نص. طب هل النهايتين زي بعض؟ احنا اخذنا في الوان فيريبل النهايه من الشمال تساوي النهايه من اليمين. طب هاي نهايه من مسار غير عن نهايه من مسار ثاني غير عن مسار ثالث، يبقى النهايه مش ثابته. بينما هان طلعت لي خمسه قيمه واحده، يبقى هان الليمت موجوده وقيمتها خمسه، لكن هان الليمت غير ثابته. وكلما غيرنا كيه في يعني كل ما غيرنا المسار بعطيني نهايه جديده، اذا الليمت doesn't exist. في كلام بسيط زي هذا، هاي المثال اللي عندنا.